المسلم معدم السلام لا يحصل العهد العالي شمل ما وكله ان رجال الدفاع الواحد السلام عليكم ورحمه الله الشيخ محمد حصان الله يبقيك صلى على النبي جميعا يا سلام والتحيه على من سونا الله يحييه عد ما ينشي سحابه وبرقه يشعلي واحد الصوت من عوايدنا القديمه نعز اصحابنا والرجال الوافيه في اللوازم تجري صلى على النبي يذكركم اللهم صل وسلم وبارك عليه اولا نسال الله العظيم ان يديم علينا وعليكم فضله وستره وعفو عافيته أن يديم على هذه البلاد الأمن ورغد العيش ويحفظ ولاة أمورنا إنه على كل شيء قدير. جتنا دعوة غالية من رجل غالي ببيت غالي 2000 اليوم. أولا نقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك في خير. الأمر الثاني لو أنها والله بما في القلب وما في القدر ما بتكفين الصفوف المؤلفة ولكن الأجواد عذارة 2000 اليوم مشاركين ومباركين ونفاعة والنافع الله معنا مش يزهاك على كتفك وشيء بسيط وكثير تستحقه ومعنا عطى رمز والذي في القلب الله ليعلمه لا مني ولا من أخوي عبد الله عقاب العتودي هذا داعي وسنة وصلاة الجميع يا مرحبا الله يحييكم مرحبا بالشيخ محمد الحصان القحطاني وايضا عبد الله عقاب العتودي وانا اشرف بحمد الله ان تم عقدي عقد قراني على يده فسال الله ان يجعله عقدا مباركا واجعل الله في بيت يبنى من بيوت المسلمين الله يحييك يا شيخ محمد عطاك وافي وانت وعبد الله عن قبيله عندي تفضل الله يحييكم